حسبي انت وكيلي وكيلي، بتمنى بس رضاك. بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضراتكم والدنيا بخير. كل واحد في الدنيا بيعيش حياته بين الذنوب والطاعة والإيمان. مفيش حد عارف إمتى الرحلة هتنتهي، ولا عنده للعمر الباقي ضمان. عشان كده كلنا بندعي ربنا يرزقنا بتوبة تطهرنا قبل فوات الأوان، توبة تطهر قلوبنا وتمحي كل ذنوبنا، عشان نفوز في الآخر بالرحمة وجنة الرحمن. إيه هي شروط التوبة وإزاي نجدد التوبة في شهر رمضان المبارك؟ تفاصيل مهمة هنقولها النهاردة إن شاء الله مع فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ سلام عليكم وأهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بسعادتك وأهلا بجميع العاملين في هذه القناة الجميلة وبجميع المشاهدين والمشاهدات. كلنا بنغتنم الفرص اللي فيها أيام الرحمة من ربنا سبحانه وتعالى، ولو إن كل الأيام، وحضرتك قلت قبل صحيح كده، ما فيش حاجة اسمها أنه أول رمضان هو أول أيام الرحمة أو العشر الأوائل هم أول أيام الرحمة، ولكن كل أيام ربنا سبحانه وتعالى هي فيها رحمة لينا. ولكن الأيام اللي فيها الخير اللي ربنا بيضاعف فيها الحسنات، إيه أول خطوات القرب من ربنا سبحانه وتعالى والتوبة عن الذنب؟ بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. من أعظم مقاصد الصيام مقصد التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى والقرب من الله تبارك وتعالى. رأينا ذلك في من خلال آيات وأحاديث الصيام، منها أن ربنا سبحانه وتعالى قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن أول مقامات المتقين التوبة، الدليل على ذلك قول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة. بيتكلم عن المتقين. فمن صفات المتقين إنه إذا فعل فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. فمن أول مقامات التقوى التوبة لله رب العالمين. كمان شهر رمضان شهر التوبة، لأنه شهر غلق أبواب النيران وفتح أبواب الجنان وتقييد الشيطان والنفس تأتسي، فإذا هو شهر توبة، مهرجان توبة. ربنا سبحانه وتعالى بيعمل لنا استدراج جميل عشان نعود إليه. كمان شهر القرب من الله تبارك وتعالى بكثرة الأعمال الصالحة عن طريق الصيام والقيام والطعام وذكر الله وتلاوة القرآن وجبر الخاطر، فهو شهر العودة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. ولعل الله عز وجل جعله ذلك لنذوق الطعم، ومن ذاق الطعم عرف الطعم، كأن ربنا سبحانه وتعالى بيدوقنا طعم القرب منه في شهر وبيدينا هو شهر الراحة النفسية وغسل النفوس. مظبوط. فبيدينا فرصة عشان نقرب منه فنتذوق حلاوة القرب منه. بعد ما خلص رمضان، العاصي لو أراد أن يعود إلى معصيته سيجد طعمها مختلف، حتى وإن فعل هيلاقي الأمر مختلف لأنه قرب من ربنا سبحانه وتعالى. فده من أعظم مقاصد الشهر الجميل، الاستدراج الجميل، أن ربنا سبحانه وتعالى بيستدرجنا للقرب منه وللتوبة من المعاصي وللتوبة من الذنوب. ولذلك في آخر آيات الصيام: فالآن باشروهن وابتغوا. الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فالآن تاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا مقصد التوبة نراه دائما في كل أمور الصيام. طب ايه شروط التوبه؟ طب ناخد التليفون ونقولها ان شاء الله. ملك، الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. يا استاذه لمده. الحمد لله بخير.
كل سنة وانت طيبة. وانتي طيبة يا حبيبتي. ممكن أكلم الشيخ رمضان؟ اتفضلي. السلام عليك يا شيخ رمضان. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا أستاذة ملك. كل سنة وانت طيب. كل عام وحضرتك بخير. يا رب يخليك. أنا عندي 3 أسئلة ممكن أقولها؟ اتفضلي. أول سؤال، ماما بتصلي وهي بتصلي بتقول سبحان رب الأعلى، فسمع الشيخ بيقول لأ ما ينفعش نقول سبحان رب الأعلى، نقول سبحان ربي الأعلى. فهي خايفة إن هي تكون صلاتها مش صحيحة على كده. تمام. تمام. تاني سؤال دلوقتي، هو أنا لازم يعني أنا دلوقتي بصلي العشاء وبعدي على طول بصلي التراويح. فأنا لما بصلي التراويح التلفزيون ما بيكونوش بيصلوا التراويح، كل لسه بيصلوا العشاء، فأنا أستنى لحد ما هم يصلوا التراويح وأنا أصلي وراهم. تمام. تالت سؤال دلوقتي، أنا ناوية ونوية لله إن أنا في العشر أيام الأخرانيين دول بصلي صلاة التسبيح. فهل كده ينفع؟ في العشر، ما سمعتش الكلمة، آخر إيه؟ آخر 10 أيام اللي هم 10 أيام في رمضان، أنا ناوية إن أنا كل يوم أصلي صلاة التسبيح. تمام. تمام، فهل كده ينفع؟ تمام. حاضر. اتفقنا. طب أين يا ملك؟ طيب الصيغة الصح. شوفي حضرتك، هو ما عدا سورة الفاتحة كل الأذكار في الصلوات سنن. يعني سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي الأعلى نفس المعنى، نفس الكلام، وما فيش أي مشكلة، والصلاة صحيحة. استطاعت أن تقول سبحان ربي ربي الأعلى، أهلا وسهلا. قالت ربي الأعلى، لا مانع. قالت سبحان ربي الأعلى وبحمده، لا مانع. فالأذكار دي، التسبيحات الموجودة في الصلوات سنن، ما عدا الفاتحة وتكبيرة الإحرام. فالصلاة صحيحة وتقول زي ما هي، إن استطعت أن تتعلم لا مانع، لكن صلاتها صحيحة. طيب صلاة التراويح، هي بتقول إنه في التلفزيون بيبقوا لسه بيصلوا العشاء، هي تصلي إمتى؟ أعتقد هي ملهاش علاقة بالصلاة في التلفزيون. الله يفتح عليك يا فضيلة الشيخ لمياء. يا سلام. ما شاء الله. أي خدمة. أيوه بالظبط. فهي العشاء أذنت، تصلي العشاء وسنة العشاء، وتصلي التراويح، سواء في التلفزيون لسه بيصلوا العشاء أو في أي مكان تاني لسه آخر بيصلوا العشاء. طالما أذنت العشاء تصلي التراويح كما تحب، بعدها مباشرة، بعدها بشوية، لا مانع. طيب صلاة التسابيح هي عايزة تصليها كل يوم في العشر الأواخر؟ لا مانع. صلاة التسابيح من الصلوات العظيمة التي جعلها الله سببا في غفران جميع الذنوب. أكثر أهل العلم على أنها صحيحة، عدد قليل جدا من أهل العلم قالوا أنها ضعيفة. بعض الناس بيجي عند كلمة واحد من العلماء بس يقول ضعيفة، ده ضعيفة وما ينفعش، إهدى الله يرضيك. هي ضعفت من هذا الإسناد، وهي صحيحة من أسانيد أخرى جدا كثيرة جدا جدا. فالأدق وأكثر أهل العلم على أن صلاة التسابيح صحيحة، ونصليها في اليوم مرة، في الأسبوع مرة، في الشهر مرة، في العام مرة، في العمر مرة، في العمر مرة. يجوز أنها تصليها كل يوم بغرض الأجر والثواب وغفران الذنوب، لا مانع. ربنا يتقبل يا رب. طيب نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم إن شاء الله بعد الفاصل. في كل أحوالي برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية. معنا النهاردة فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ، شروط التوبة إيه؟ التوبة يا سيدتي علم وحال وعمل. نفسر. نفسر. ده كلام الإمام أبو حامد الغزالي. علم بأضرار الذنوب وبسرعة ووجوب سرعة العودة إلى الله عز وجل. الإنسان المذنب لازم يعلم أن الذنب ده هيضره جامد جدا ويبعده من ربنا ويجلب عليه غضب الله عز وجل. هذا العلم يولد حال من الندم على ما فات والعزم فيما هو آت. هذا الحال يولد عملا. العمل، نترجم بقى العلم والحال إلى عمل، بالإقلاع عن الذنوب والإكثار من الأعمال الصالحة. هي دي شروط التوبة، علم وحال وعمل. من هنا نقدر نعرف ربنا سبحانه وتعالى بيدعوني إلى التوبة مهما كانت الذنوب. كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي متى جئتني قبلتك، إن أيوة. أتيتني ليلا قبلتك، وإن أتيتني نهارا قبلتك.
تقربت مني شبرا تقربت منك زراعا، وإن تقربت مني زراعا تقربت منك باعا. بابي ليس عليه بواب، بابي لا يردك عنه حجاب. من الذي أتى بابنا فطردناه؟ من الذي سألنا فما أعطيناه؟ من الذي دعانا فما أجبناه؟ الله ربي لا أريد سواه. هل في الوجود حقيقة إلا الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينسى. التوبة لها شروط: علم، حال، عمل. واطمئن، ارجع، الباب مفتوح. ما يطمنكش ان ربنا بيقول لك نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم. اهو ده اجابه واضحه وصريحه لكل حد كان ممكن بيكلمنا وبيقول انا عملت ذنوب كتير جدا، وهو ربنا هيقبل توبتي او رجوعي ليه بعد كل الذنوب اللي انا عملتها مهما كانت الذنوب. الامام الشافعي رد وقال: يا رب ان عظم الذنوب كثره ايوه فلقد علمت بان عفوك اعظم. ان كان لا يدعوك الا محسن فمن الذي يدعو ويرجو المجرم. ادعوك يا رب كما امرت تضرعا، فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي اليك وسيله الا الرجا، وجميل عفوك ثم اني مسلم. ما يطمنكش ان ربنا بيقول لك ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ما يطمنكش ان ربنا بيقول لك اكبر ثلاث ذنوب ممكن يعمله البني ادم: الشرك والقتل والزنا. قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ربنا يتقبل يا رب مننا كلنا ويغفر لنا كلنا ذنوبنا. هروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم ان شاء الله بعد الفاصل. انا تعليك في كل احوالي. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مره تانية. معنا النهارده فضيله الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنه العليا للدعوه بالازهر الشريف. فقرتنا فقره جمعيه البر والتقوى المصريه. فضيله الشيخ، واحنا بنتكلم عن التوبه، ربنا سبحانه وتعالى فتح لنا ابواب كتير، ابواب خير كتير جدا عشان نرجع له، ومنها الصدقات، والصدقات من الحاجات اللي بتطهر وتزكي النفس. مما يلفت النظر انه القران الكريم قال إن الحسنات يذهبن السيئات، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. والنص: إذا أسأت فأحسن، الحسنة تمحو. من الحسنات ذكر الله، من الحسنات الصدقات. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة تطفئ الخطيئة. يعني الإنسان لما بيتصدق، الصدقة بتبقى سبب في محو الذنب. حضرتك قلت قبل كده اللي يعمل ذنب يروح يطلع على طول صدقة. أحسنتي. أنا فاكر حضرتك الله ينور عليكي قلت لك بنعمل حاجة اسمها منهج تأديب إبليس. بالظبط. نيمك عن صلاة الفجر، قوم في اليوم ده لازم تقرأ سورة البقرة كاملة، كفارة عن صلاة الفجر. ليه؟ أنت لما نمت عن صلاة الفجر خدت ذنب. لما قرأت سورة البقرة خدت 250 ألف حسنة. فأنت بتنتقم منه، صح؟ ده ممكن يجي هو اللي يصحيك يقول لك قوم صلي صلي عشان نخلص، عشان ما تقرأش السورة. فإذا أسأت فأحسن، فمن ضمن الحسنات أطلع صدقة لله رب العالمين. من أعظم ماحيات الذنوب الصدقات، من أعظم ما يطفئ الخطايا الصدقات، من أعظم ما يرضي ربنا جل وعلا الصدقات. مش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة تطفئ غضب الرب. ربنا غضبان فأنت تصدقت، تتقرب إلى الله تبارك وتعالى. فالصدقة سبب من أسباب
الاستغفار التوبة سبب من أسباب القرب من الله تبارك وتعالى، سبب من أسباب محو الذنب، من أعظم الحسنة، سبب من أسباب أنه الناس اللي عندها أمراض وعندها ابتلاءات في حياتها، عندها مشاكل مع أولادها في حياتها الزوجية في حياتها العائلية في شغلها في رزقها، الصدقة تمحو كل الكلام ده. مظبوط، من وسائل بعد الأخذ بالأسباب. يعني لو حد مريض يروح لدكتور طبعاً. ويكشف ويجيب العلاج وياخد العلاج، ومن العلاج الصدقات طبعاً. لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. يعني لو حد مريض يبقى من ضمن بنود العلاج، كل علاج الشفاء من الله وحده، يروح للدكتور ويكشف وما يهملش في ياخد نفسه، بالأسباب كاملة طبعاً. وأنا بقول دايما للناس يا جماعة ما تنسوش نفسكم يا جماعة، ما حدش يصبر على ألم، المتألم يروح للدكتور، مفيش حاجة اسمها لا 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 لا، لأنه ممكن يترتب عليه ما هو أفظع من ده، ممكن يترتب عليه شيء أفظع وأصعب، فيروح للدكتور وياخد العلاج ويتصدق بنية إن ربنا سبحانه وتعالى يشفيه من المرض. حتى اللي ولاده تعبينه من ضمن وسائل العلاج والتأديب الصدقات، الصدقات بنية إن ربنا يهدي ولادي، الصدقات ما هي القلوب بإيدين مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، في لحظة تتغير وتتبدل الأحوال من حال لحال. بالضبط، الله ينور عليك. فأنا هتصدق بنية إن ربنا سبحانه وتعالى يصلح حال ابني، بنية إن ربنا سبحانه وتعالى يطيب خاطر ابني، بنية إن ربنا يملأ قلبه سكينة وطمأنينة وهدى، ده من ضمن العلاج. طب ما هي المعصية مرض، ده أكبر مرض طبعا. سيدنا النبي قال داووا مرضاكم بالصدقة، فما أجمل أنت تطلع صدقات وتطلع جبر خاطر للناس وإطعام بالنيات دي، بنية إن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك ذنوبك، تطلع صدقات بنية إن ربنا يصلح حال أولادك، تطلع صدقات بنية إن ربنا يعمر بيتك، تطلع صدقات بنية إن ربنا يرضى عنك. قال الله عز وجل ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل. ده ربنا بيضرب المثل بأنه اللي بيطلع صدقة أقل شيء يجيله الضعف، لأنه الطبيعي إيه؟ زي ما تكون جنينة في مكان عالي الدنيا مطرت فتؤتي أكلها ضعفين، يعني بدل ما تثمر مرة في السنة تثمر مرتين. طب ما مطرتش فطل، الطل اللي هو الندى، الندى اللي بيجي كده مع ايه؟ مع الليل ومع بداية الفجر، برضو تأخذ من هذا الندى وتثمر. فكأن الصورة انت كسبان كسبان بالصدقات مع الرحمن، ودي من المأسورة. ايوه طبعا، بقالنا كتير احنا. طب خلونا نروح نشوف تقرير خاص بجمعية البر والتقوى ونرجع لحضراتكم مرة تانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا خلاص في قربنا نوصل للفيوم، يعني جزاهم الله خيرا جمعية البر والتقوى عشان يوصلوا هنا للناس الأكثر احتياجا في محافظة الفيوم عشان الوصلات المياه، مجهود كبير جدا جدا، الحفر نفسه والتوصيلات والوصول لأبعد الأماكن، يعني طريق مش سهل، بيشوف بعينه غير اللي قاعد بيتكلم كده، هو قاعد يعني في رفاهية، لكن بيشوف قد ايه المعاناة وقد ايه الناس عشان توصل الجمعية توصل للناس هنا وتعمل توصيلات المية، مجهود كبير جدا جدا. هننزل نشوف بعنينا دلوقتي. هنا في محافظة الفيوم جيت مع جمعية البر والتقوى، طبعا عايزة أقول لكم الطريق والدخول هنا للأماكن النائية الأكثر احتياجا للمية صعب جدا جدا، لكن الحمد لله ربنا يجعله إن شاء الله في ميزان حسناتكم، لأنه هنا بيعملوا خط المية الرئيسي، وزي ما احنا شايفين في مجهود كبير جدا جدا. جزاكم الله خيرا عن طريق البر والتقوى، أنتوا بتعملوا تبرعاتكم وأنتوا قاعدين في مكانكم، بيجي لكم حد عندكم
يعني ياخد منكم تبرعات عشان يوصلها للناس الأكثر احتياجا، لأن المشوار صعب جدا جدا، وزي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. خلينا نسارع في الخيرات، ويا بختكم يا بخت اللي بيسارع في الخيرات، وإن ربنا يستخدمه ولا يستبدله أبدا يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا، وشكرا جماعة البر والتقوى على المجهود الكبير. المياه من أفضل وأعظم الصدقات اللي ممكن أي حد يشارك فيها، وفي فرصة كبيرة جدا إن احنا نشارك باللي نقدر عليه مش بالمبالغ الكبيرة. طبعا أولا هي زكاة جارية، ملف المية كاملا في قسم المياه في جمعية البر والتقوى، قسم عملاق جدا، يبدأ من المبردات اللي بتتوزع في الصيف، وتوصيلات المية إلى البيوت، وتوصيلات المية إلى القرى، ومحطات التحلية العملاقة، والمحطات اللي بتتعمل دلوقتي على آبار نموذجية بيتعمل مش مجرد مية بتطلع من البير، ده بيتعمل معالجة للمياه دي لتكون صالحة للشرب. فملف ضخم جدا جدا، وربنا دعانا دايما إلى سقي الماء، لأنه الإنسان قد يتحمل الجوع شوية لكنه لا يتحمل العطش. وربنا سبحانه وتعالى خلق كل دابة من ماء لأهمية المياه، وربنا في القرآن الكريم قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه أسرع الخير ثوابا سقي الماء. شوف في حضرتك لوحات المتبرعين والمتصدقين، وشوف محطة التحلية من الداخل فيها انضباط، فيها صيانة قوية جدا جدا، فيه متابعة، لأنه الجمعية مش مجرد بتعمل الحاجة وتنساها، لا، ده في ملف كبير جدا، في صيانة مستمرة، في صيانة مستمرة، وفي ناس بيتم الاتفاق معها على العمل في هذا المكان لرعايته وصيانته وتنظيفه ومتابعته، لأنه أهم من العمل متابعة العمل، وده شيء ملفت جدا في جمعية البر والتقوى. فمن أعظم الأعمال اللي تقربنا إلى الله عز وجل عشان تبقى صدقة جارية، شيء مستمر، زكاة جارية وصدقة جارية وصدقة عادية. شوفي الأجهزة، شوفي الفلاتر، شوفي الخزانات، شيء مشرف جدا جدا، لأنه بيتم معالجة المية علشان تكون صالحة للشرب على أعلى المعايير المطلوبة، لأن هم وكمان بيعملوا محطات دلوقتي بالطاقة الشمسية، تكلفش كهرباء خالص، وآبار نموذجية، حاجة كده من أعظم ما يكون، عمل منظم جدا جدا جدا، من أعظم الأماكن والمصارف اللي الإنسان يضع فيها زكاة ماله، أو يضع فيها صدقات جارية ويضع فيها صدقة. قادر تعمل محطة كاملة، قادر تعمل بير نموذجي بنفسك وبمالك، اعمل، مش قادر شارك مع غيرك، تلاقي المحطة عليها عشرات الأسماء، أسماء كتير جدا، حاجة كده جميلة مشرفة، أكتب اسمي لا مانع، وناس متوفيين وناس عايشين. طبعا هل أكتب اسمي ولا ما أكتبش؟ عايز تكتب اسمك وانت نيتك كلها لله وحده، اكتب لا مانع. مش عايز تكتب اسمك وعايز تكتب فاعل خير، برضو لا مانع، وهو في الأول وفي الآخر هو مكتوب عند ربنا سبحانه وتعالى، وده الأهم. ربنا في القرآن ذكر داودة، قال الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، هنكتب الاسم وندعي لأصحاب الأسماء اللي قدامنا دي، سعدية وجهان وسمية وغيره وغيره، لا مانع. لا مش هكتب وهكتب فعل خير، برضو جميل، قال الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وربنا سبحانه وتعالى أخبرنا ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. بالليل يناسبه سرا، والنهار يناسبه علانية، والاثنين لهم الأجر عند الله عز وجل. طالما أنت قلبك مرتبط بمين؟ بالله عز وجل. قال تبارك وتعالى فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. التبرعات العينية يمكن دايما بنتكلم ونقول احنا داخلين على العيد، نطلع اللبس اللي موجود عندنا، نطلع القطع اللي ممكن نكون مش بنستخدمها، نطلع اي حاجة احنا عندنا في بيوتنا حطيناها وركنينها ومفيش اي استخدام ليها او احنا مش محتاجينها. ولكن عايزين نتكلم كمان عن جزئية مهمة جدا يا فضيلة الشيخ،
خروج والصدقة بالأدوية للناس المرضى اللي ممكن يكونوا محتاجين مش لاقين حتى يجيبوا شريط دواء واحد. أحسنتي. شوف يا حضرتك، هي التبرعات العينية يعني إيه؟ كلمة عينية يعني بعين الشيء. كرسي أنا مش عايزه طلعه، مكتب أنا مش عايزه طلعه، مطبخ قديم وهعمل مطبخ جديد طلعه، طقم أنتريه ما أنتش عايزه طلعه، زي كده. هو ممكن يكون قليل عندك، كتير جدا كتير عند غيرك، بالعكس حياة بالنسبة لهم. بالظبط. فاللي قليل عندك كتير عند غيرك، كل ما ينفعش عندك ينفع عند غيرك. وسيدنا النبي أخبرنا إنه اللي ربنا يرزقه سميتها جميلة كلهم بيبتسموا فرحانين طبعا. وزي ما احنا بنقول وزي ما حضرتك قلت، بالنسبة لهم ده حياة. يعني الكرسي الواحد اللي بالنسبة لنا كرسي هو بالنسبة لهم حاجة هيقعدوا عليه لأنهم قاعدين على الأرض. والجمعية بتعمل العيني والجديد، يعني الاثنين موجودين. عندك حاجة عينية عايز تطلعها، أهلا وسهلا. عايز تتصل بيهم ويعملوا جديد ويفرشوا بيوت باسمك، عايز تجيب انت جديد وتوديه، يعني كله متاح. الله ينور عليك. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه لربنا يرزقه توب جديد وبعدين يتصدق بالقديم، كان في أمان الله وفي ضمان الله وفي كنف الله حيا وميتا، حيا وميتا، حيا وميتا. ومن الصدقات العينية اللي احنا بننساها الأدوية. ربنا سبحانه وتعالى شفاه، بقي عنده شريط، بقي عنده علبة، بقي عنده كذا، طلعها طالما ما زالت لسه في صلاحية، الصلاحية موجودة، طلعها لله عز وجل، تنفع غيرك، تكون سبب في شفاء غيرك، يشفيك ربنا من كل مرض. آمين يا رب. آمين يا رب. نورتني يا فضيلة الشيخ، بشكر حضرتك. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشتوا كان لي عمر. اشوف حضراتكم بكره على خير ان شاء الله. سلام عليكم. انا اتكلت عليك.